يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ تمام، وانت كيفك؟ الحمد لله، ان شاء الله هيك الخير دائما، تكون مرافقك ومرافق كل حدا. مرافقنا بصباحنا لليوم، صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد وبدايه اسبوع جديد. دائما نقول يا رب كل البدايات تحمل لنا الخير لانفسنا لارواحنا ولايامنا اللي جاي، ويكون بكره يحمل ايضا الانفراجات على جميع الاصعده. دائما بالتوفيق للجميع. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه واخبار اهالينا بالمحافظات السوريه ضمن تقاريرنا لليوم. بدي ارجع لعندك يا هايدي. صباحك من جديد يا رشا، واكيد صباح الخير لكن مشاهدي الاخباريه السوريه. يعني ما في احلى من انه نبدا يومنا بالحمد والشكر لرب العالمين انه اعطانا يوم جديد لنكمل حياتنا ونبدا يومنا بصحتنا وعافيتنا برفقه الاشخاص اللي بحبونا وبرفقه اهالينا. خلونا دائما نكون ممتنين ليومنا العادي، للروتين يلي ممكن يكون ممل لبعض الناس، الا انه هو اكبر فرصه ونعمه من رب العالمين. خلونا نبعد عن التشاؤم والاحباط ونخلي شيء يعكر مزاجنا، نبلش صباحنا برواق كرمال ينعكس على باقي نهارنا. صباحكم خير على الإخبارية السورية غير، تابعونا ولكن بعد الفاصل. وبداية صباحنا لليوم أحداث كتير تسجلت مثل هذا اليوم، مثل تواريخ كتير مهمة مرقت بحياتنا وصيبتها الذاكرة، ولكن دائما ذاكرة الأيام إلى أكيد حديث آخر. خلينا نشوف أهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 20 كانون الثاني، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1945 إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيساً لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد الذي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كاملة ودخل بفترة رئاسية رابعة. بعام 1970 زلزال في هوكايدو باليابان بقوة 6 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 38 ووقوع أضرار طفيفة في الممتلكات. بعام 2006 وقوع هزتين أرضيتين في أندونيسيا، الأولى قدرت بقوة 5.1 على مقياس ريختر والثانية بلغت 5 درجات على مقياس ريختر. بعام 2016 علماء من معهد كاليفورنيا للتقنية يعلنون اكتشافهم دليلاً على وجود كوكب تاسع افتراضي ضمن المجموعة الشمسية تبلغ كتلته حوالي 10 أمثال كتلة الأرض. من الوجوه يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1873 يوهانس يانسن، أديب دنماركي وحاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1944. من الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1936 الملك جورج الخامس ملك المملكة المتحدة، وبعام 2009 حسين علي محفوظ أديب ومؤرخ عراقي. وأكيد قبل ما نبلش أولى فقراتنا ونستقبل أولى ضيوفنا مشاهدينا، خلونا نروح لأولى تقاريرنا لليوم. ووسط الطبيعة الجميلة والمناظر الخلابة انطلقت منافسات الدورة الرابعة لبطولة المنقلة في منتجع نسمة جبل. تفاصيل أكبر بالتقرير التالي. وسط الطبيعة الخلابة تنطلق منافسات الدورة الرابعة لبطولة المنقلة ضمن منتجع نسمة جبل في ريف القرداحة. هلأ نحن بمنتجع نسمة جبل حبينا نحتضن هالبطولة. اللعبة كتير حلوة كتير ممتعة، هي الأساس، هي اللعبة من تراث المنطقة وهي لعبة سورية بامتياز، لعبة ممتعة جدا، حابين تنتشر وتصير على
على مستوى عالي تنتشر حتى بسوريا وحتى بالوطن العربي. هلا نحن كمنتجع نسمة جبال احتضننا بطولة المنقلة بنسختها الرابعة لأول مرة عنا بالمنتجع. المنقلة هي لعبة تراثية منتشرة بالمنطقة كلها ككل هون، وبالأساس المنتجع هو موجود ضمن هيدي المنطقة اللي هي بتعتبر المنقلة هي لعبة تراثية. لعبة ذهنية حساسة تعتمد على الحساب والدقة والتركيز. لعبة يعني إلى طابع اجتماعي، هناك يعني بيصير في تجمعات اجتماعية مبنية على المحبة والاحترام والإلفة. شغف التحدي يجمع 32 مشاركا من أعمار مختلفة. السنة كمان المستوى فيها عالي جدا، مشاركين نفس البطولات الماضية، بيوصلوا دائما لأدوار متقدمة، وشكل اللعيبة كلها محضرة منيح لهالبطولة السنة. بشكل عام كل سنة في تطور عن السنة القبله. آبائنا وأخواتنا الكبار وكذا عم يلعبوا لعبة المنقلة، هي لعبة تراثية رائعة جدا تعتمد على الحساب الذهني. يعني بعيدي كل البعد عن شيء اسمه حظ. والله اللعبة شعبية وتراثية قديمة ورثناها على الآباء والأجداد. نسبة لعيبة المنقلة بسوريا هي موجودة، يعني فيك تقول شيء 90% بالساحل السوري، لكن عندنا نحن من حلب، في من دير الزور كان يجوا سابقا. البطولة منافسة في مكان الجمال عنوانه، والتركيز والحضور الذهني هي القاعدة الأهم في لعبة تعتبر شعبية بامتياز. وبأولى فقراتنا لليوم مثل ما تعودنا هذه دائما حروص بصباحنا انه نضوي على المشاريع اللي دائما هي عم تعمل اكتفاء ذاتي، مو بس لاصحابها، لعيال كثير. واليوم اكيد رح نضوي على مشروع جدا مهم، رح ندور على مشاريع الشباب ونقدم لهم الدعم، وخاصة الشباب اللي بمشاريعهم عم يقدموا فائدة كتير كبيرة للبلد. اليوم ضيفنا ساعة من خلال مشروعه الخاص انه يوصل لبيئة خضراء بعيدة عن كل المواد الكيميائية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة. اليوم هذا المشروع لقى قبول كتير واهتمام كتير من الأشخاص المهتمين بمجال الزراعة. وقت منقول عن المشروع واكتفاء ذاتي أكيد نحن عم نحكي عن رفع مستوى الاقتصادي للبلد. أكيد يا هادي. أكيد، ونحن فخورين رشا بشبابنا بإنجازاتهم الكتيرة بمختلف مجالات الحياة. واليوم مشاهدينا ضيفنا مميز جريء حرب، ولكن إرادته كانت أقوى من كل الظروف. اليوم رح نتعرف أكثر على مشروع المميز يلي سعى من خلاله ليغطي أكبر مساحة من الأراضي الذهب الأسود، أو مثل ما معروف بإنتاج الأسمدة العضوية عن طريق الديدان. خلوني رحب بضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو، صاحب مشروع الكومبوست أو الذهب الأسود، السيد سليمان أحمد موسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامتك من سفرك ومن إصابتك. الله يسلمك. اهلا وسهلا استاذ. اليوم عم نحكي عن مشروع جدا مهم، اهم شيء اليوم صديق للبيئه ضمن ظروف التلوث يلي نحن عم نعيشها. نحكي عن انطلاق هذا المشروع والتطور خلال الايام. تماما، هو مشروع جديد كان بالفترات الاولى، هو عباره عن تربيه ديدان وانتاج اسمده عضوي. هذا المشروع بلش معي باصابتي، والحمد لله يعني بعد فتره من الاصابه وبعد فتره من التجارب العلميه اللي وصلنا لها بهذا المشروع، صار في تطورات كثيره بالمشروع وصار في استمراريه، صار في قبول للناس بالمشروع، اخص المهندسين الزراعيين الفلاحين طلاب الهندسه الزراعي، وصار في ندوات تعريفيه وصار في ثقافه اعلى بهذا المشروع. هذا السبب اللي خلاه انه نطور هذا المشروع ويكون عن جد عم يغطي اكبر مساحات من اراضي الجمهوري العربي السوري. تمام. ويمكن قبل الهوا خبرتنا حضرتك انه المشروع تقريبا له 4 سنين ونص. 4 سنين. خلينا نوضح اكثر للمشاهدين اليوم من وين اجتك الفكره، كيف قدرت تنجز هذا المشروع؟ هلا الفكره كانت مرتبطه بالاصابه، يعني الاصابه هي كانت سبب النجاح. ما بيقولوا الواحد انه خلص انه تصاب وقعد، لا، انه في شيء لازم انك تعمله لحتى تنسى اصابتك تنسى المك، فالمشروع هو كان سبب. هلا سبب نجاح المشروع انا برجع بقوله هو الالم والاصابه اللي هي نبعت الفكره، وهي اللي خلتني استمر، وهي اللي خلتني ابحث اكثر بهذا المجال. هلا الفكره اجتني من شخص خارج البلد، لانه المشروع ما كان متطور عنا ولا كان له المعرفه الزائده بالبلد هون. ف
فلما انا بحسد فيه انا كنت اخذه من باب التسليه للمشروع، يعني كنت عم بتسلى انا والديدان، عارف طبيعه الدوده كيف عايشه، بما انه مشروع جديد فانا كنت سنه تقريبا كامله قاعد انا والدود عم نحكي عم نشوف عم يعني عم اعرف كل شيء عنا، كيف طبيعتها، كيف بتتاقلم عنا بالبيئه، كيف بتعيش، كيف بتتكاسر، وشوي شوي بلش التطور، بلش الانتشار، بلشت المزارع تكتر، وهون بلشنا بانطلاقه كثير كبيره. دائما الانطلاقات ببدايه اي مشروع نحن بنعمله دائما، حتى لو كنا كثير دارسينها صح مثل ما بيقولوا حاطين الخطوات الاساسيه للنجاح، ممكن يصير بعض المخاوف انه انا بهي الناحيه او بنقطه ما ممكن يصير عثره او يصير مخاوف او هيك يعني اشكال بسيط. هل كان يوم هيك كان تركيزك على بعض المخاوف؟ لا، المخاوف كنت احاول اني اتخطاها، لأن يعني المخاوف اليوم لما بدك تحسب الحساب فأنا توني رح توقف عن نقطة معينة، بينما المخاوف لما أنت رح تحسب أنك كيف بدك تحلها فهون أكيد رح تجتازها، وأنا اجتزت كتير مخاطر وكتير مخاوف وكتير كان في سلبيات، وبرجع بقولها للمرة الثانية هي اللي بقولها أنه الناس اللي كانت أخذ الموضوع بسخرية تامة انه انا عم ربي دود ممكن كانت نسبتهم كثير كبيره، كانت نسبتهم عاليه كثير كثير، ولانه بدهم يحبطوا معنوياتي بهذا المشروع كنت تركته من اول اسبوع او من اول شهر. صح. ولكن كان كل ما شفت حدا عم ينظر الي نظره سلبيه بتربيه هذا المشروع كان الغريب كان هذا دافع اقوى. واليوم كل واحد منهم من هالاشخاص هذول صار عندهم مشروع تقريبا، في منهم صار عندهم وفي منهم عم يحاولوا قدر المستطاع انه يحصلوا على هذا المشروع وكون انا المشرف على المزارع. طبعا اكيد بنحييك كثير على ارادتك الكبيره اليوم. خلينا نحكي كل مشروع او فكره ببداياته وبخطواته الاولى بيكون بحاجه لدعم، هالدعم ممكن يكون ان كان معنوي او كان دعم مادي، خبرنا اكثر ببدايه مشروعك مين كان الدعم لك؟ كان في اشخاص مقربين داعمين او جهات معينه قدمت لك المساعده بالمشروع؟ تماما، لما بيخلى الموضوع من جهات داعمه، الجهات الداعمه كانت معنويه قدر الامكان، يعني ما كانت الجهات الداعمة ماديا، يعني كانت معنوية بأكثر من أشخاص مثل أهلي أصدقائي المقربين أكثر شيء لإلي، كانوا هنين يشجعوني إنه تابع لا توقف، تابع لا توقف، إنه خليك بهذا المشروع وتابع، والحمد لله تابعت. أما ماديا كنت أنا عامل على وضع خطة إنتاجية، كانت في خطة إنتاجية كانت قريبة الأمد، في خطط إنتاجية كانت بعيدة الأمد، بعيدة الأمد من أيام اللي بلشت المشروع اليوم أنا عم بحصدها. القريبة الأمد كانت هي الدافع لحتى خلتني استمر إنه أعمل مزرعات 2 3 4 5 وما بعد، كان هذا الوضع المادي اللي كنت عم أعيشه أنا مع المشروع، فكان كل شيء كان موضوع له خطط، والحمد لله اليوم وصلت للخطة الطويلة الأمد، ولسه في خطط إنتاجية أحلى، خطط إنتاجية أكبر، مو بس إلي إلي ولكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا معي بالمشروع ذهب الأسواق. سيد سليمان، طالما نحن عم نحكي عن خطط، عم نحكي خلينا هيك نشرح أكثر لكل حدا اليوم رافقنا بصباحنا عن خطة العمل، كيف بلشت بالمشروع، شو هي أهم الخطوات الأولى، يعني خلينا هيك نعتبر مشروع مصغر عم تشرح لنا عنه أكثر. الأول مشروع مثل ما حكينا أول ما بلشت فيه بلشت ضمن أحواض صغيرة بمزرعة عند أحد الأشخاص اللي كان هو كتير داعم لإلي، وقف معي بهذا الموضوع، فبلشت أنا وياه بتربية هذا المشروع، بلشت أعمل عليه أبحاث أنا وياه، بلشت أعمل أبحاث عنده، كان هو عبارة عن أحواض، بعد فترة عملنا مزرعة ثانية، بعد فترة عملنا مزرعة ثالثة، نحن عملنا على الخطوة الأولى أو الخطة الأولى اللي كانت هي كيف بدنا نخلي هيدا الدود يتكاثر عنا، بما انه هيدا الدود مستورد ما انه من طبيعتنا من عنا من ارضنا. الدود هو عباره عن نوعين، تايجر ورد. هلا هو العلماء من بين 2600 نوع من الدود اكتشفوا انه هي الدودتين الوحيدات اللي بجسمها في ماده اسمها الكاستينج هي اللي قادره تحول جميع المخلفات العضوية لأقوى سماد عضوي. هذا الشيء عطيها سعر تماما، عطيها سعر عالي، وخاصة انه اليوم انا وقفت انه ما حدا اليوم بسوريا بحاجة انه يستورد ديدان من برا. اليوم انتاجنا صار محلي، صار عندي كميات هائلة من الدود بسبب انه التجربة الاولى اللي تخطيتها عملية تكاثر الديدان، كيف بدك تحافظ على هاي المادة بجسمك، كيف بده يكون عندك تكاثر اعلى، نسب تكاثر اعلى، كلياته مرتبط بكمية الغذاء، تربية، نوع، المكان، رطوبة، يعني كل هدول الاشياء مرتبطة بنجاح المشروع ان كان وين ما كانت المزرعة باي محافظة. يعني كان اول شيء اول فترة جدا متعب لقدرت تماما تماما صح. سنتين ونص وانا على تجارب، سنتين ونص، يعني اليوم انا ما فيني اجي اقنعك بمشروع
فرضا ديدان اذا ما كنت انا واثق 100% انه التجارب اللي وصلت لها قادره انها تحل اي مشكله عندك، لانه اليوم واجهتنا كثير مشاكل ببعض المزارع، لولا التجارب انا اللي وصلت لها اليوم ماني قادر احل ولا مشكله، فهون راح تكون خساره، راح يكون هون في تراجع تمام. اما اليوم لما انا اي مشكله عم تواجه اي مزرعه عندي الحل المناسب خلال 24 ساعه، الحل موجود او فريق من المهندسين موجود او انا موجود عم نحل المشكله، هذا دافع اقوى ليقوى هو والاشخاص اللي حواليه او اللي معه اللي حابين انه كمان يعملوا نفس المشروع. يمكن بسبب هي الانتاجيه ما عاد احتجتوا يمكن تستوردوا ديدان بهالموضوع؟ لا 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 ابدا. طيب خلينا نحكي اليوم اكيد في اختصاصات بهيدا المشروع، نوضح شو هن الاختصاصيين الزراعيين الموجودين، كيف عم بيكون دورهم اليوم بانتعاش هيدا المشروع؟ هلا نحن بلشنا لما كان في معرض جامعة تشرين، كنت مشارك أنا بهذا المعرض، هون بلش عندي عملية تشكيل الفريق. هالحكي عمره شي سنة ونص تقريبا. لما بلشت تشكيل الفريق شكلته بطلاب هندسي زراعي أول شيء، في منهم اللي عملوا مزارع واستمروا، خبروا رفقاتهم عن المشروع. بلشت أعمل ندوات تعريفية، ندوات تثقيفية عن المشروع، بلشت تزداد المزارع. هون بلشت انا اشكل فريق مختص من مهندسين خريجين ومن طلاب هندسه زراعيه. تمام خلينا ناخذ مقابل صحه وهنا صح. قد ايه المشروع حلو هيدي، يعني بخلينا شوف قديش في ناس عم تستفيد من هاي القصه. اكيد بشرب مي عاد تفضل وخاصه ضمن الظروف اللي مرقت على سوريا، يمكن كنا بحاجه لهي المشاريع ان كان متوسطه او صغيره. طبعا واكيد اليوم نحن وقت عم نحكي عن هذا المشروع عم نقول اكتفاء ذاتي، عم نقول في عيال كثير اليوم عايشه من وراء هذا المشروع، قدرت يعني تكون المصدر الدخل الوحيد لها وكانت مكتفيه ذاتيا. خلينا نحكي عن الناس اللي حواليك اللي دخلوا بهي التجربه على الاكتفاء الذاتي، قديش اليوم هيك حلو انه نحن نعتمد على انفسنا بهي النقاط جدا بسيطه. تمام. هلا كثير هذا الموضوع فينا نقول نحن ما تعذبنا بالفترات الاولى لحتى نشرنا ثقافه هيدا المشروع لحتى الناس اقتنعت. اليوم سبب نجاح هذا المشروع بالدرجه الاولى هو ثقه الناس، محبه الناس، الصدق والتعامل اللي صار بهذا المشروع هو كان دافع كثير قوي لحتى نحن نكبر ونكثر. كم عائله اليوم عم يستفيدوا من المشروع تقريبا؟ فينا نقول فوق ال 100 عائله، وفينا نقول فوق ال 300 شخص او 400 شخص عم يستفادوا من مشروع الذهب الاسود. لانه اليوم امن فرص عمل لكثير عائلات. اليوم نحن عملنا فرص لطلاب جامعيين بالمشروع. اليوم عندي فريق من المهندسين والطلاب يتجاوز ال 100 مهندس وطالب، هدول كلياتهم معنا بالمشروع. شكلنا فرق بالمحافظات، فريق مهندسين مختص انه هو بالمزارع اللي بمحافظه طرطوس فرضا، فريق مختص بمزارع جبلي، مزارع لاتقي، كل محافظه فيها فريق. العائلات اللي عم تستفاد هي عائلات الاشخاص اللي بلشوا بهذا المشروع، والمبادرات اللي نحن عم نقوم فيها كمشروع ذهب اسود. كل شهر عندنا مبادره اما لجريح وطن او لاسره شهيد او لطالب هندسي زراعي من عائله متوسطه بحاجه لدخل زائد او بحاجه هو ليكفي مصروف جامعته، فهون انا كل شهر عم قوم بمزرعه مجاني لأحد الأشخاص. تمام يعطيكم ألف عافية سيد سليمان. يمكن خلال حديثك ذكرت أنه شغلتوا مزارع كثيرة، اليوم يمكن كتار اللي عم يتابعونا وحابين يعرفوا كيف عم يتم تجهيز الأراضي الزراعية حتى يكون الشغل ناجح بتوليد أو إكثار الأسمدة العضوية اللي بتعطيها الدودة داخل التربة، خلينا نوضح هي التفاصيل لكل حدا عم يتابعنا. تماما. هلا نحن ديدان لما عم نربيها بالأحواض أول خطوة عم نشتغل عليها هي عملية تكاثر الدود بسبب غلاء أسعار الدود وحاجياتنا نحن لكميات كبيره، فانا الخطه اللي عم بوضعها لكل مزرعه هي الخطه اللي بلشت فيها. اليوم اي مزرعه عم خليها تتعب على مزرعتها لمده 6 شهور لحتى يصير في عنده عدد كافي وافي من الديدان اللي قادره انها تستخرج كميه من السماد تغطي له ارضه مهما كانت، ان كانت بيوت بلاستيكيه او اراضي زراعيه. اليوم نحن لما الديدان عم تشتغل على هذا الموضوع عم تتغذى فرضا على الكربون العضوي مثل الكرتون، عم تتغذى على الخضار والفواكه اللي مضروبه، تغذى على رواس الحيوانات، هي رح تنتج بعد 45 يوم رح تنتج سماد عضوي. بيتم عملية قطاف السماد العضوي. الكل هون بيستغرب دائما انه نحن كيف بدنا نقطف سماد عضوي من بيئة فيها ديدان. العملية كتير سهلة، عبارة عن تجربة صغيرة نحن وصلنا لها بوضع نوع من الطعام مع خلطة معينة بزوايا الأحواض، بينتقل الدود مباشرة عليها
خلال يومين البيئة بتكون فاضية من الديدان، علينا نحن بأنه نزيل هذا السماد نشيله ناخده على مكانات فصلتها أنا هي الغربال، يتغربل هذا السماد، السماد بينفرز لحال، إذا باقي ديدان تنفرز لحال، عندك شرانق الديوت كمان بينفرز لحال، شرانق الديوت بيرجع، السماد بيروح. عملية تسميد الأراضي هي على نوعين، نوع تسميد الفيرمي كومبوست اللي هو مستخلص من الدودي اللي هو براز الدودي فينا نقول، أو هو اللي عم تستخرج الدودي، وفي عنا شاي الفيرمي. شاي الفيرمي هي عبارة عن سائل نحن عم نستخلصه من الفيرمي كومبوست نفسه. في عنا طريقتين، إما نرش الأراضي الزراعية بالفيرمي كومبوست تسميدها بكميات معينة، أو بالمرحلة الثانية هي سقايتها بشاي الفيرمي اللي نحن عم نستخلصه. كمان الشاي الفيرمي هي عبارة عن مسمد ورقة، هي عبارة عن مكافح للحشرات للآفات، يعني فينا نستخدمه بأكثر من مرحلة، يعني فينا نشتغل بهذا الموضوع بكثير خطط، وكل أرض زراعي إلى كمية محددة لازم نحطها، وكل أشجار إلى كمية محددة بتختلف من محافظة لمحافظة. هذا الموضوع كلياته بيرجع للدراسة اللي أنا عاملها لحتى حدد شو الكمية اللي بدنا نحطها. ودائما نحن أي أرض زراعي نسمده بالفيرمي كومبوست ومسكية بالشاي رح تعطينا منتج نظيف بالسنة الأولى، السنة الثانية رح تعطينا منتج عضوي 100%. قدي اليوم مهم فريق العمل، وحضرتك أكيد عم تشتغل ضمن مجموعة وفريق متكامل، كل حدا فيكم له مهمة خاصة فيه أكيد، يعني إذا هيك بدنا نقول كعدد، قدي عدد الفريق الواحد لكل مشروع؟ هلا الفريق الواحد فيك تقول إنه نحن لما بنطلع مثلا، طلعت أنا بدي أفرش مزرعة طالع معي فريق تقريبا 20-25 شخص، هدول طالعين معي. في فريق تاني بيكون بمحافظة تانية كمان، كل فريق معه فريق إعلامي، كاميرات، مذيعة، مصور. حلو، هون عم نحكي عن نقطة الترويج للمشروع تماما. احنا في عنا فريق إعلامي مختص، عنا فريق من الحقوقيين المحاميين، هدول العقود، لأنه بأي مزرعة بتصير في نحن عقود شراكة بتصير بيناتنا مثبتة بالمحكمة وبالمالية. عندنا فريق مختص هو اللي بيطلع بيفرش، عندنا فريق من العمال، يعني حتى نحن مو بس طلاب الجامعة أو الخريجين عم نأمن فرص عمل، لا، عم نأمن فرص عمل لكل شخص بحاجة للعمل. يعني أي شخص، يعني اليوم أنا عندي مهندسين عم يشتغلوا كعمال، وعندي عمال تفوقوا على المهندسين، صار عندهم المشروع خبرة، صار عندهم خبرة تمام كتر التجارب. إذا بدنا نقول عن الترويج للمشروع، أول شيء بداية المشروع أكيد اليوم رحت للترويج له لنشر ثقافته ونشر الفكرة لتقدر تستقطب أكثر عدد من العاملين بمجال الزراعة. اليوم يمكن صار المشروع أرياح وصار إعلاميا معروف أكثر. اليوم لسه عم تشتغلوا على فكرة الترويج أو لا؟ خلص صارت الناس هي اللي تتواصل معكم؟ الناس هي اللي عم تروج، مو نحن. ثقة الناس ومحبة الناس مثل ما حكينا بالمصداقية اللي عم تكون بالعمل هي أكبر ترويج وأكبر داعم لإلك لحتى يكون مشروعك مستمر. لما رح يكون في، ما رح يكون في صدق، ما رح يكون في اهتمام بالمشروع، رح تتخلى عن مشروعك أنت، الناس رح تنفر منك أكيد. هون رح يكون في دافع سلبي وخطوات للوراء، هون بدك ترجع أنت تفكر تروج، فأنت هون إنسان فاشل. فلا، نحن الفشل ما بنعرفه. الفريق عبارة عن سليمان. كيف كان سليمان لحال عم يأسس لمشروع ضمن سنتين ونص، واليوم سليمان عم يضم فريق لو كان من 100 مهندس ومهندسة فالفريق كله واحد، فريق كله سليمان، يعني كل شخص بهذا الفريق هو أنا. تمام، وهذا الشيء اللي عم بتابع عليه أنا. تمام سيد سليمان، يعني اليوم كل حدا عم يتابعنا وحابب ينضم للفريق وللمشروع، كيف يتم التواصل معكم، أو هي شو هي شروط الانضمام؟ في أعمار معينة أو اختصاصات أنتوا اليوم تطلبوها؟ تماما نحن بدنا هلا اليوم نحن بتطور المشروع نحن عم نتجه، نحن مو بس بالبلد، نحن عم نتجه للعالمي. يعني نحن اليوم بحاجة لخريجين مهندسين، لطلاب ماجستير، لطلاب عم يدرسوا دكتوراه، عم يعطوا حتى، يعني في فكرة هون كمان بدي أوضحها إنه هي عبر قناة الإخبارية، إنه أي طالب دكتوراه أو ماجستير عم يعمل بحث أو بده يقدم رسالة الدكتوراه بمشروع الفيرمي كومبوست بيتواصل معي عبر ريد الصفحة أو الأرقام اللي موجودة، وبياخذ من عندي كمية ديدان كافية ووافية ليغطي حلقة البحث أو ليغطي الرسالة اللي بده يقدمها، وبياخذ مني تجربة، وبياخذ مني أي موضوع بده إياه كرمال الرسالة، وهذا مجانا. لأنه اليوم كتير في طلاب عم تتعذب بهذا الموضوع، وفينا نقول عم يلاقوا إنه كتير صعوبة بالحصول على الديدان، فأنا بدي أقدمه مجانا لكل حدا
حابب انه يعمل رساله بهذا المشروع. فبنرجع لموضوع انه الاختصاصيين، احنا بحاجه اختصاصيين، انه اليوم احنا لما بدنا نطلع لاي دوله برا ننشر ثقافه هذا المشروع بدك اختصاص يعرف يتعامل مع الناس، انه هو راح يتعامل كمان مع دكاتره او راح مع كبار بالزراعه، فراح يكون واثق من كل كلمه، راح يكون عايش معي كل تجربه، وراح يكون عنده القدره للاقناع بهذا المشروع. اكيد، ونحن بدورنا بنتمنى لكم كل التوفيق بهذا المشروع. دائما نحن نقول المشاريع الصديقه اللي بقى هي من المشاريع جدا مهمه بالبلد. نورت صباحنا سيد سليمان، الحمد لله على سلامتك مره ثانيه. فخورين باصابتك وبعملك وبمشروعك، وهيك ناطرينك بمشاريع جديده وافكار جديده. شكرا لحضورك. اهلا وسهلا. اكيد بالختام صاحب مشروع الكومبوست او الذهب الاسود السيد سليمان احمد موسى، اهلا وسهلا فيك ونورت صباحنا. شكرا كثير. اهلا وسهلا. احنا مكملين بمساحاتنا الصباحية لليوم، وكالعادة كل نهار السبت بنروح لعند المتنبئ الجوي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا. شكله هيك الشمس اليوم حلوة الحمد لله على دورنا. بالعادة كل سبت لازم يكون في منخفض. تماما. خلينا ننتقل مباشرة مشاهدينا لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي لنتعرف على أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. استاذ حسان، يعني مثل ما ذكرنا تعودنا كل سبت نعرف من حضرتك كيف عم تكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه. سمعنا انه رح يكون خلال هذا الاسبوع في منخفضين، وضح لنا اكثر هي المعلومات، وهل ممكن نشهد بالفتره القادمه ثلج؟ خبرنا اكثر. هلا بدايه صباح الخير. يسعد صباحك. بالنسبه للاخباريه السوريه بالنسبه للحاله الجويه السائده والمتوقعه خلال 24 ساعه القادمه، وفكرة بسيطة على الأحوال الجوية خلال هيدا الأسبوع بشكل عام بعد المنخفض الجوي اللي تأثرنا فيه واللي استمر من 10 الشهر حتى 18 الشهر بهطولات مطرية كانت متميزة وغزيرة بالساحل السوري والشمال الغربي. تجاوزت خلال فترة المنخفض ببعض مناطق الساحل السوري 250 مليمتر خلال فترة المنخفض كاملة خلال 10 أيام الماضية. هلأ بلشت البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات غربية بتوقعات الجو العليا. بشكل عام الأجواء يعني مائلة للاستقرار بأغلب المناطق والمدن السورية خلال هيدي الفترة، ولكن فترة استقرار هي فترة قصيرة وبسيطة على الرغم من الاستقرار اللي عم نعيشه هلا والارتفاع بدرجات الحرارة، والحرارة اللي عم تكون أعلى من المعدل من 3 إلى 6 درجات مئوية لهيدي الفترة من السنة، فهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر بالمرتفعات الساحلية. يعني بشكل عام الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا خلال هدول اليومين، الفرصة ضعيفة لإظهار الزخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية، درجات الحرارة عم تستمر بارتفاعها لتصبح أعلى من المعدل من 3 إلى 6 درجات مئوية بأغلب المناطق. خلال ساعات الليل بشكل عام الأجواء عم تكون باردة، ونحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث صقيع فوق المرتفعات الجبلية. أما الرياح عم تكون متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج. هلا بتستمر معنا هيدي الأجواء حتى منتصف هيدا الأسبوع يوم الاثنين تقريبا، بتبلش الأجواء تتغير والحرارة تميل للانخفاض بشكل تدريجي بدءا من نهار الاثنين لحتى تكون نهاية هيدا الأسبوع أصبحت حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل، ونحن على موعد مع منخفض جوي بتبلش تباشيره خلال يوم الاثنين مساء يوم الاثنين، ولكن بشي على مرحلتين ضعيفين. المرحلة الأولى بتكون هطولات الجيدة نهار الثلاثاء والأربعاء، والمرحلة الثانية للهطول المطري بتكون الخميس بالليل ونهار الجمعة والسبت القادم بإذن الله تعالى. الأجواء بشكل عام رح تكون غائمة جزئيا، فرصة الهطل المطري بتزداد مع نهاية هيدا الأسبوع. الثلاثاء والأربعاء فرصة جيدة لهطل زخات من المطر بمناطق متفرقة من البلاد، بتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان. الفرصة الأكثر والاحتمال الأكبر لحدوث الهطل المطري والأشد غزارة راح تكون الخميس بالليل ونهار الجمعة بأغلب المناطق، فالأجواء بتكون الخميس ليلا والجمعة أجواء غائمة وغائمة ماطرة على فترات في أغلب المناطق، والهطولات كذلك الأمر بتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، والرياح بتكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشيطة تحديدا يوم الأحد بالمنطقة الجنوبية، ممكن تتجاوز سرعة الهبات 40 كيلومتر بالساعة ببعض الأحيان. هلأ هيدا الأجواء الغير المستقرة بتبلش معنا من منتصف هيدا الأسبوع وبتستمر معنا تقريبا حتى مطلع الأسبوع القادم، حالة عدم استقرار وفرصة لهطول الأمطار بمناطق متفرقة من البلاد تكون أشدها غزارة
بالساحل السوري والشمال الغربي وأجزاء من المنطقة الوسطى، تحديدا الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. احتمال تشكل الضباب بضل قائم خلال هذه الفترة، والأجواء الباردة إلى شديدة البرودة بالمرتفعات الجبلية تكون سيدة الموقف، مع احتمال لحدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية بأغلب المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 18-8، القنيطرة 17-6، القلمون المرتفعات الجبلية 11-2، درعا 13-8، السويداء 18-7، المنطقة الوسطى حمص وحماة 19-8، الحسكة منطقة الجزيرة 16-5، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 19-13، بالشمال حلب 15-7، إدلب 17-8، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 19-7، بالبادية السورية مدينة تدمر 16-5. أستاذ حسان الجردي على كل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نحن نقول بردا وسلاما لسوريا الحبيبة. ومعلش هيك شوية تحذيرات لابد منها خلال الأسبوع، ونحن أكيد مكملين هايدي بباقي فقراتنا الصباحية، ودائما نحن مننوه على موضوع الفيتامينات قديش هو مهم بحياتنا، قدي مهم لأجسامنا. كتير أحيانا نشعر أنه نحن مخربطين، عندنا مشاكل صحية، أحيانا بتكون هاي المشاكل هي بسبب نقص الفيتامينات بالجسم، ولكن نحن دائما بحاجة لنعمل تشيك دائما على صحتنا. نروح للتحاليل الدورية، يعني كل 6 شهور روح نعمل تحاليل عامة لنشوف النقص، وخاصة ضمن الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها هلا، يمكن صار في نقص كثير عندنا. صحيح يا رشا، واليوم عم نحكي عن الفيتامينات والمعادن، هي من العناصر الغذائية الأساسية المهمة لصحة وسلامة أجسامنا. لكل فيتامين أو معدن اليوم في فوائد عديدة بتختلف حسب احتياجات أجسامنا أو حسب عمرنا. اليوم رح نضوي شو أهم الفيتامينات يلي لازم ناخذها وبدون أي زيادة أو نقصان بدون العشوائية ومع استشارة طبية. خلوني رحب بضيفتنا يلي صارت معنا ضمن الاستوديو الاختصاصي للتغذية، نور الخطيب. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك ست نور، اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن مصطلح جدا نسمعه بحياتنا اليومية، بنقول ناقصني فيتامين سي، ناقصني فيتامين عين، ولكن هيك بالمصطلح الطبي اذا بدنا نعرف اليوم الفيتامين شو هو طبيا؟ الفيتامينات هي فيتامينات ذوابه بالدهون وفيتامينات ذوابه بالماء. هاي المعلومات الناس ما بتعرفها. فالفيتامينات الذوابه بالماء هي مثل البيت 12 مثلا، الفيتامين سي، هدول بيكونوا ذوابين بالماء. فالفيتامينات الذوابه بالدهون هي فيتامين ا، الفيتامين د، الفيتامين ك، تمام، هدول كثير مهمين للجسم. فنحن ما بدنا نعمل نشتغل بعشوائيه بالفيتامينات، تمام. فدائما وقت نحس جسمنا مخربط او عندنا مشكله بالاعصاب اكيد عندنا نقص بالفيتامين بي 12. البي 12 هو فيتامين كثير مهم للجسم ومهم للاعصاب، بمعنى نحن بس ينقصنا فيتامين بي 12 بصير عندنا فقر دم بنقص الفيتامين بي 12. يعني ممكن مو بس فقر دم بنقص الحديد، تمام، فقر دم بنقص البي 12. فالبي 12 هو لا يوجد الا بالمصادر الحيوانيه، فالبي 12 نحن بنعوضه بتناول المنتجات الحيوانيه بالمجمل، ممكن بالبيض نحن نعوض البي 12، ممكن بالاسماك الدهنيه، ممكن باللحوم نعوض بي 12، ولكن نقص البي 12 كثير موجود عند وشائع عند الاشخاص. صح. فلا بد من تناول المتمم غذائي البي 12. تمام. عم نحكي يعني عن اهميه هاي الفيتامينات لاجسامنا، خلينا نوضح، يمكن عندنا اليوم 12 فيتامين، خلينا نوضح شو وظيفه هاي الفيتامينات او كيف عم يكون دورها الايجابي بالجسم. هلا الفيتامينات بتدخل بالمجمل بحلقه الاستقلاب بالجسم، يعني بالحلقه اللي بتخلينا احنا نقوم ونقعد ونعطي نشاط وطاقه، فهي الوسيط لحتى تعطينا الطاقه بالجسم. فنحن بدنا نحاول يكون عندنا الفيتامينات بشكل متكامل بجسمنا بنظام غذائي متوازن. بس يكون نظامنا الغذائي متوازن ناخذ كل الفيتامينات اللي لازم الجسم ياخذها. اهم الفيتامينات اللي لازم الجسم ياخذها مثل ما نوهنا الفيتامين بي 12 والفيتامين د. الفيتامين د كثير مهم بالنسبه للاشخاص لانه نقصه كثير شائع، وخاصة أنه الفيتامين د لا يوجد إلا بالشمس، شمس الصباح، وحصرا الناس عم تنام صباحا يعني ما كتير بفيقوا أو بتعرضوا لشمسة الصباح، زائد أنه الفيتامين د طبعا في مصادر بتعوضه كمان بالمنتجات الحيوانية. فكمان ممكن نعطي هيك نصيحة لتعويض الفيتامين د بالتين المجفف، يكون شيء سهل بمتناول الأيدي. تين مجفف تماما، كتير طيب التين المجفف. ممكن نحن ننقعه بزيت الزيتون لمدة ليلة كاملة،
وبناخذ منه صباحا. اول شيء حفزنا امتصاص المغنيسيوم يلي هو بثبت الفيتامين د، اكيد هو مو حاوي على الفيتامين د 100%، هو حاوي على المغنيسيوم يلي بثبت الفيتامين د. نحن بنغفل انه لازم ناخذ الاشياء اللي بثبت العناصر، فالتين المجفف يعطينا تثبيت حلو للفيتامين د. ممكن ناخذ الفيتامين د كمتمم غذائي، كمان ممكن نعوض الفيتامين د بشمس الصباح وشمس عند الغروب. حتى نحن نزيد امتصاص الفيتامين د، لازم اكبر مساحه من الجلد تتعرض للفيتامين د مع مساج بسيط لمده 10 دقائق مع الشمس اللي عم نتعرض لها. هيك نحن بنحرر الفيتامين د لانه هو عباره عن كوليسترول موجود تحت الجلد بيتحرر بالاشعه فوق البنفسجيه. تمام، ونحن هي طريقه انه الناس ما بتعرفها. تمام، فهنا صعب شوي يعني وغير متاحه يعني انك تعملي مساج 10 دقائق. لا هيك يعني قبل انه بس الكفين. تمام، ومساج بس هو مثل ما قلتي هذا الفيتامين ناقصه كثير شائع وعند الناس بشكل كثير كبير. وذكرتي حضرتك البي 12 والدال هن اكثر شيء حاجه نحن انه نكونوا صح باجسامنا. هل اذا بدنا نحط او نستخدم نقول عن فيتامينات ثانيه غير الدال والبي 12؟ تمام، هلا فيتامين الفيتامين ا مهم للنظر، للزنك. هلا بالنسبه للمعادن، الزنك كثير عنصر لازم يكون موجود بالنسبه للمعادن. الزنك بياثر على النمو عند الاطفال، بياثر على الذاكره، بياثر على الجسم. فكمان الاوميجا 3، الاوميجا 3 كثير مهمه للجلد، للبشره، للجسم، عشان نعطي يعني النشاط اللي نحن عم نفقده بالشتاء. فبتحسي كثير في خمول بالشتاء، الواحد انه ما بيقدر انه يعني يتحرك بسرعه اول ما يقوم الصبح. فممكن احنا ننصح الاشخاص بظل انه ما بنقدر نجيب السمك، ممكن ناخذ زيت السمك. زيت السمك حاوي على مجموعه الفيتامين د، الفيتامين ا، وحاوي على الاوميجا 3، فهو كثير بيعطينا نشاط حلو للجسم. ولكن الفيتامينات الذوابه بالدهون انا بنصح انه ناخذها قبل النوم. الفيتامينات الذوابه بالماء مثل البي 12 بناخذها اول النهار. تمام، اكيد نحن وقت نعوض الفيتامين د كمتمم غذائي بناخذه مع وجبه افطار تحتوي على دسم او غدا يكون تمام. بيقولوا انه مشان الجسم يقدر يمتصه صح وياخذ فائده. تماما، مشان يقدر يمتصه الجسم، وبده حركه الفيتامين د بعد ما ناخذ هي بلاها مبنية. طيب اليوم شو الكميات المسموح نحن ناخذها من هي الفيتامينات؟ هل هي نفس الكميات اللي ممكن تكون عند النساء او الرجال او الاطفال، ام لا بتختلف اليوم الكميه حسب الاعمار؟ طبعا ملي جرام بتختلف بالنسبه للاجسام، اكيد الاطفال بتكون ملي جرامات بالنسبه لهم خفيفه، بالنسبه للنساء على حسب الحمل او لا. تمام، مثلا اذا بنعطيهم على عنصر الحديد، مثلا عنصر الحديد بتضاعف احتياج المراه الحامل لعنصر الحديد تقريبا 3 اضعاف، حتى انه ممكن ناخذها بالمتمم الغذائي. دائما فقر الدم شائع عند النساء اكثر من الرجال بسبب الدوره الشهريه، بسبب دائما سوء التغذيه، ممكن هي ما بدها تاكل، بتضل النهار كلياته ما بتاكل للمساء، بتقول لك انا ما نحفت. طيب ليش انا عم مسمن وما عم نحف؟ ليش؟ لانه نقص الحديد بيأثر كثير بشكل كبير على الجسم وعلى النفسية. تماما، بيأثر على النفسية. تماما، بيساوي زغللة بالعيون، بيساوي دوخة، بيساوي كثير مشاكل، بيصير الواحد انه حتى يعني بيصير عنده ضيقة خلق انه بدها تضل تطلع مزاجية بسبب طيب ممكن يساوي شوية اعراض من نقص الفيتامين، فيتامين الحديد بالجسم. اذا بدنا هيك نعمل هيك نظرة عامة اليوم، انا كيف اقدر اعرف انه انا عن جد بحاجة، جسمي بحاجة لفيتامين؟ في اعراض هيك او مشتركة او لا كل نقص له اعراض مختصة؟ يعني هلا الفيتامين مثلا عنصر الحديد نقصه يؤدي الى دوخة، مثلا اذا قمنا بسرعة بنحس بدوخة. تمام، اذا طلعنا على دراج وحسينا بلهته بالقلب كمان عندنا نقص بالحديد. ممكن انه عم نطلع من بعيد عم نحس في تغبيش، كمان هذا نقص بعنصر الحديد. البي 12 بصير عندنا الام بالظهر، باسفل الظهر، ممكن تنميل بالايدي، هذا كمان وجع بالرقبه، هذا كمان من نقص البي 12. تمام، يعني في كثير اعراض لكل حد، يعني لكل عنصر من العناصر. الفيتامين د اذا عندنا نقص اول ما في نحس بتيبيس صباحي، سوء بالمزاج، نفسية كثير صعبة، بصير الواحد سوداوي تماما. يعني نقص الفيتامين د بيأثر على الحالة النفسية وبشكل كثير كبير، لأنه الفيتامين د هو الفيتامين المسؤول عن تثبيت الكالسيوم بالعظم، هو الفيتامين أنه ممكن صنفوه كهرمون نوعا ما، أنه كثير بيلعب دور بالسيالات العصبية بالجسم، فالفيتامين د كثير مهم بالنسبة حتى لإنشاط العقل مهم الفيتامين د. يمكن كثير من الأشخاص ما بيعرف أنه السبب عم بيكون بنقص هيدا
الفيتامين. طيب في حال الشخص اخذ كميه زايده اليوم من الفيتامينات، شو اثر هذا الشيء على الجسم؟ او خلينا نوضح شويه المضاعفات والاثار الجانبيه اللي ممكن تظهر عند الاشخاص في حال تناولوا هي الفيتامينات بشكل زايد بطريقه عشوائيه. تماما. هلا البي 12 ممكن زيادته ما تاثر لانه هو منحل بالماء، يعني بنفرز دغري عبر البول ما في مشكله، ولكن الفيتامين د والفيتامين ا وهي بتعطينا مشاكل. هلا مثلا الفيتامين ا ممكن عم يحطوه بالريتان بيعطينا اعراض السميه للفيتامين ا، ولكن الفيتامين ا بس يصير عنا الاعراض السميه ما بيطلع من الجسم لمده 5 سنوات، فممكن يساوي عنا تكيس بالمبيض، ممكن يعمل عنا نقص بالانجاب، ممكن يعمل عنا مشاكل بالجسم. فنحن لازم ننتبه للفيتامينات الذوبه بالدهون بشكل كثير كبير. حتى صحيح. الفيتامين ده لازم ناخده بالجرعة المناسبة. في أشخاص يعني بياخدوا كل أسبوع خلينا نقول الكبسولة العيار ألف، يعني هي خلينا نقول وقائيا منيح هذا الشيء أو لازم إحنا نعمل التحليل قبل ما نأخذ؟ هلأ نعمل تشيك أب تحليل أفضل للفيتامين ده، بنعطي الجرعة على حسب المشكلة بتكون عند الشخص، فأنا بحاول إنه أعطي الجرعة المناسبة للفيتامين د، فالعيار يعني عيار ألف هو وقاية ممكن إنه للفيتامين د، ولكن إذا بنعمل تحليل ونروح عند حدا مختص بيكون أفضل. كل قديش لازم نساوي التحليل؟ هلا التحليل الفيتامين د كل 6 شهور بنعمل تحليل بعد المعالجة من الفيتامين د. حتى الإبر يعني إبر الشرب كمان هي أسبوعية؟ هلا إبر الشرب ما بنعطيها أسبوعيا لأن كتير دوز تبعها شهر كل شهر مرة كل شهر مرة كل شهر مرة لأنه 600 ألف عيارة تمام أو 300 ألف هي كتير بتعطيك دوز عالي للفيتامين د، هي ما بتنعطى أقل يعني أقل شيء بالشهر، بس يعني هي وقاية حتى للأطفال ممكن نحن نعطيها إبر الشرب لأنه ممكن أطفال في ناس أولاد عندهم كساح مثلا بيصير عندهم تقوس بالقدم بيصير عندنا خفصة بنص الصدر، هي أعراض للفيتامين د نقص الفيتامين د تمام. نحن عم نحكي وقائيا أو علاجيا يعني اليوم نحن ما فينا نقدر نعمم الحالات كلها. صحيح. طيب اليوم في فيتامينات انا ما بقدر اخذها بنفس اليوم، مثلا ممكن يصير عندي اثار جانبيه او ممكن ما اقدر اخذها بالليل قبل النوم، خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا ممكن الفيتامين سي ما ناخده قبل النوم لانه ممكن يعمل نشاط بنسهر بالليل، نحن لازم ناخذ الفيتامين سي باول النهار مشان يعطينا نشاط وحيويه. ممكن الفيتامينات مثل الفيتامين د ما بيتاخذ ابدا قبل النوم لانه بياثر على الكليه، الكليه ما بتكون نشطه ابدا الغده الكبديه قبل النوم، يعني فيتامينات مستحسن انه باول النهار، بس ممكن زيت السمك يتاخذ قبل ما ننام ب3 ساعات كمان جيد بالنسبه للجسم، ولكن بقيه الفيتامينات لا. طيب هلا نحن العطلة الانتصافية خلصت وبكره الطلاب رح ترجع على المدارس، اليوم الام والاب بيكونوا معظما مشغولين بدوام اخر، اليوم ايضا الطفل عم بيكون خارج البيت يعني ساعات طويلة، اليوم شو اهم من هيك النصائح للطلاب؟ شو اهم المكملات وال خلينا نقول عناصر الغذائية المفروض ياخذوها كل النهار؟ هلا اهم شيء انه نحن ننوع نظامنا الغذائي، بده يكون في خضروات وفواكه، ممكن نركز على الفواكه الموسميه مثل البرتقال مثلا، يحاول على الفيتامين سي، بنعطي للطفل عصير البرتقال الطبيعي يلي بيساعد على انشاط العقل والحركه، ممكن نعمل لهم مشروبات تساعدهم على زياده النشاط، ممكن مثلا نساوي مشروب النعناع الساخن مع الليمون كثير بيساعدهم كمان الحركه والنشاط للاولاد. لازم يكون اكيد نظامنا الغذائي حاوي على البروتين، بده يكون متوازن، بدنا ناخذ كل العناصر الغذائيه، مو بدنا نركز مثلا على الكربوهيدرات، على في اولاد كثير بياخذوا مثلا الاندومي، المعكرونه، بنركز عليها بشكل كثير كبير، لازم يكون في تنوع بنظامنا الغذائي. تمام، طيب شو بالنسبه للمراه الحامل؟ كلنا بنعرف انه بفتره الحمل ممكن ترفض كثير من الاغذيه اليوم، وتكون هذا الشيء يمكن مضر لصحتها وصحه الجنين، وكلنا بنعرف انه الدكتور ممكن يطلب بعض الفيتامينات اللي لازم تكون موجودة، شو أهم الفيتامينات اللي لازم تأخذها المرأة الحامل؟ أهم الفيتامينات والمعادن اللي لازم تأخذها المرأة الحامل الحديد تمام والكالسيوم
بنعطيها اياهم دوزات معينه. الحديد اهم شيء انه يتاخذ بعد الشهر الثالث من الحمل، اول 3 شهور من الحمل بينعطى حامض الفوليك او اسيد فوليك البيت 9 مشان ما يصير تشوهات بالاجنه، لانه عندنا مشكله نقص الفوليك بتعمل تشوه بالقناه العصبيه عند الجنين. فنحن بدنا نحاول نهتم ونلتزم بالفيتامينات اللي بيعطينا اياها الطبيب، واكيد بده يكون نظامنا الغذائي حاوي على العناصر الغذائيه مثل ما قلنا. بس ولكن بعد الحوامل بيكون عندها مثلا غثيان، عندها مشاكل الاقياء، يعني ممكن نحن نخفف لها هي المشاكل الاقياء خلال الدوائية. تماما. ممكن مثلا تفاحه تاخذ على الريق، ممكن اول قبل ما تقوم من النوم تحاول تقوم على مهلها، تشرب كاسه من المي، بنحاول انه نخفف عندها اعراض الغثيان اللي عم تصير عندها ورفض الطعام. ودائما نحن بنقول العوده للطبيعه هي تماماً. افضل الحلول تماماً. قدر الامكان. بنصائح اخيره لك لحد عم يشوفنا لليوم. اول شيء بدنا نهتم بغذائنا 100%. بدنا نحاول ننوع نظامنا غذائي، نهتم بالخضروات والفواكه الموسمية، نحاول نبعد عن الفاست فود، عن المقالي، عن الوجبات الجاهزة، وممكن ناخدها مرة أو مرتين بالأسبوع ولكن ليس يوميا. بدنا نحاول أنه يعني نعطيهم كل العناصر الموجودة بالجسم، الفيتامينات موجودة وبشكل كافي بالفواكه والخضار إذا نحن اهتمينا فيها. يعني افضل ما ناخذ المتممات الغذائيه حتى امتصاصها بالجسم بيكون افضل. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اختصاصيه التغذيه نور الخطيب، نورتي صباحنا لليوم. اهلا وسهلا. شكرا لك وابي، الصحه والسلامه للجميع، يومك حلو. احنا اكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه، وحنروح لتقرير و100 لوحه تشكيليه وثقت مراحل انتصار حلب وحتى الان، وذلك خلال معرض اقامه اتحاد الفنانين التشكيليين في صاله الاسد للفنون الجميله. حنكون في تفاصيل اكثر ضمن التقرير التالي. 100 لوحة تشكيلية وثقت مراحل انتصار حلب وحتى الآن، وذلك خلال معرض أقامه اتحاد الفنانين التشكيليين في صالة الأسد للفنون الجميلة. من كل المدارس الفنية التشكيلية لوحات تعبر عن النصر الكبير والأمل بمستقبل أفضل، وهي رسائل سلام للعالم بأننا أمة حضارية، أمة عريقة، أمة قادرة على العطاء واللادي للأعلام وخاصة في الفن التشكيلي. أقل ما يمكن لهيك ذكرى عظيمة انتصر فيها الجيش السوري وقاده، وكان حققنا فيها الأمن والسلام لبلد حلب ونرجعها لألقة. فنحن دورنا كفنانين نعبر عن هالشيء هذا بلوحاتنا. فغالبية الفنانين صارت تعرف عنا، نحن كل سنة بنرسم بنوثق جرائم الإرهاب وبنوثق العودة الألق. ويؤكد المعرض على الموقف الدائم لذكريات سطرها الجيش العربي السوري في مدينة حلب خاصة وسورية عامة. لوحتي بتحكي عن الأنثى الفتية اللي جاية من الحصاد وجايبة معها جنى شيء من الخيرات. عبرت بالألوان الزاهية، بالألوان اللون الأخضر اللي هو كتير بتتميز فيه جبالنا. عملي أنا من خشب الصنوبر، خشب الصنوبر هو من غاباتنا. العمل أنا عندي رمزيته هي عمل طائر الفينيق، طائر الفينيق عم بيقوم من بين النار. أنا مشاركة بعمل فني بيحكي عن مدينة حلب، معلم أثري من معالم مدينة حلب اللي هو الجامع الأموي الكبير، اللي كل حجرة فيه طبعا بتحكي قصة، بتحكي حكاية. وعبر المشاركون عن مدى سعادتهم عبر تقديم لوحات جسدت القوة والإرادة والصمود. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي، وبدنا نحكي عن العطلة الانتصافية يلي خلصت وبكرة بترجع المدارس. يمكن هاي الفترة كانت فترة الراحة والنشاطات بالنسبة لأطفالنا، بس هذا الشيء أكيد لجانب بعض المراجعات الخفيفة للأساسيات يلي تعلموها الأطفال خلال الفصل الأول. لابد اليوم يا رشا يكون في استعداد نفسي وجسدي من قبل الأطفال للفصل الجديد. استعداد نفسي من قبل الأهالي كمان.
هالشيء اليوم مبسوطه برجعت المدارس هايدي. اكيد يعني هي العطله كانت بريك للطلاب وللاهالي، وهذا الشيء اكيد هذا البريك ما بيمنع انه يروح ايضا لتنظيم الوقت اللي جدا هو مهم عند الاطفال. اكيد نحن اليوم بهي العطله في قصص كثير نحن بنشتغل عليها بتساعد ببناء شخصيه الاطفال، بتزيد مهاراته، ورح نضوي على هذا الموضوع ونحكي بتفاصيله اكثر مع ضيفتنا لليوم وهي الاخصائيه التربويه وماجستير حمايه الاسره اماني الحلو. يسعد صباحك ست اماني. يسعد صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا انتهت العطله، ويمكن كثير من الاهالي اليوم بيلاقوا صعوبه كيف يهيئوا اطفالهم يوم للنظام الدراسي. خلينا نوضح ونعطي بدايه نصائح لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، كيف بلش انا هيئ طفلي لنظام الدراسه؟ تمام. هلا بدايه عوده موفقه للجميع، وان شاء الله تكون العطله مرت بصحه واجتهاد لجميع طلابنا. ما فينا ننكر انه في عندنا مشاعر اختلاط ومزيج بين مشاعر الخوف والقلق، بين الجد والاجتهاد، بين السعادة للالتقاء بالأصدقاء. في نفس الوقت كمان في عنا حماس قديش الطلاب مشتاقين يلتقوا بالأصحاب بالأصدقاء بالمعلمين. تمام. هلا كمان إنه كيف ممكن نلتقي كمان بالأصدقاء بالمدرسة، كيف ممكن بنفس الوقت يمكن هاي القصه بتعطيهم تحفيز انه انا بدي في الصبح وبدي اروح وبدي اشوف. تمام. هاي القصه كثير اللي بيعاني منها الطلاب، هي القصه الوحيده كيف بيتحول الطالب. تمام. هلا كيف هلا هون في عم بيتحول الطالب بهالفتره من فتره انه شخص نشيط لشخص كسول، بفيق بكير بيتحول لشخص كسول. هون طبعا في عنا عده امور بدنا نحاول، في عنا عده امور وعده برمجه بدنا نحاول نظبطها. اكيد في عنا عده استراتيجيات. اكيد يعني اليوم هي معاناة الكل، يعني احنا اول حدا يعني اليوم مثل ما قلتي فرق وقت النوم صار خربط، اليوم احنا بحاجه نبلش يمكن قبل بيومين او ثلاثه اكيد نرجع. هلا هو يوم دراسي وحيفصلنا عن دراسه، اكيد احنا لازم نبلش من اليوم بمعاناه الاهل. عده امور، هلا تنظيم اوقات النوم، هلا هي النقطة الأولى واللي بيعاني منها الأهالي صراحة نقطة صعبة، تنظيم أوقات النوم، ترك السهر، تعويدهم على النوم المبكر، تعويدا على روتين معين. مو بس هيك كمان بدنا نحاول تنظيم أوقات النوم، تنظيم أوقات تناول الطعام ونوعية تناول الطعام. هلا خلال العطلة صار في عنا خروج مع الأصحاب، تناول وجبات السريعة كذا، هلا هون بدنا نحاول نستبدلها بالتناول الفواكه، الخضروات، المكسرات، الشوكولاتة السوداء، هي اللي بتحاول تزيد من ذكاء الطفل وبتنمي ذكاء الطفل. صحيح. كمان بدنا نحاول نتخلص من العادات السيئه يلي هي التخفيف من استخدام الاجهزه الموبايل. هلا ما فينا ننكر ان الشريحه الكبرى من الاطفال والمراهقين صار قضاء معظم وقتهم بالسمارت فون، بالاجهزه، بالجوال. يعني اكيد هلا هون بدنا نحاول نتبع معهم استراتيجيه التخفيف، واكيد التخفيف حيكون بشكل تدريجي، ما حيكون بشكل مفاجئ. اكيد لما حنتبع معهم هذا الشيء بشكل مفاجئ حيعطي ردة فعل عكسي، بس ومو بس كمان الإقبال عليها بشغف أكبر. كمان هون في عنا كمان الاستعداد الذهني، تصفح الكتب، القراءة، المجلات. وأنا أفضل كمان خلال فترة الإجازة إنه ما نترك الدروس التقوية، المراجعات، خصوصا للطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية. صحيح. كمان تنظيم مساحة الدراسة من لوازم وكتب ودفاتر، هذا الشيء أكيد يعني بيعطي تحفيز نفسي للطالب بالعمل بجد ونشاط. أكيد يعني أستاذة أماني خلال حديثك ذكرتي نقطة أنه اليوم بوقتنا للأسف عم بيكون في إدمان كتير كبير. أكيد الشريحة الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب اليوم كيف نحن ممكن نستبدل هي العادات السيئة إذا فينا نقول بأنشطة مفيدة للطلاب؟ تمام. هلا خلينا بس نعرف الشكل السريع على الإدمان. هلا الإدمان هو إدمان سلوكي أو اضطراب مرضي، هو من الاستسلام لعادة سيئة أو الاستهلاك المفرط لأي عادة. حقيقة هو أكثر الفئات العرضة للإدمان الإنترنت هم الأطفال المراهقين، وأنا دائما بركز عليهم الشريحة يلي بتجذبهم الألعاب الإلكترونية العنيفة، وبأخص العنيفة يلي كل ما كانت أكثر تشويق كل ما أحب الأطفال والمراهق وكل ما كانت مدمرة للدماغ. هلا كيف من احنا متبع معهم استراتيجية التخفيف هلا ببدء العام الدراسي، استراتيجية التخفيف من الإدمان الإنترنت. هلا النقطة الأولى والنقطة كتير مهمة إنه نعترف في عنا مشكلة، وحجم المشكلة هي أولى مراحل من مراحل العلاج. إنه أعمل كنترول عن نفسي، أنا أتحكم بالسمارت فون ما هو يتحكم فيني، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية كتير مهمة إنه نلاقي إدمان بديل للطفل أو المراهق، كل طفل أو مراهق حسب ميوله، سواء بالرسم، الموسيقى، تعلم لغة، الخروج مع الأصدقاء، تعلم مهارة.
تصفح الكتب. في عنا تحديد الوقت كمان، كثير مهم تحديد الوقت، المعروف أكثر من 6 ساعات لحنا باليوم يعتبر إدمان الطفل أو المراهق لإدمان الإنترنت. في كمان بدي أذكر نقطة، الطفل اللي عمره أقل من 2 سنين أكيد يمنع من عم باتن استخدام الجوال بكافة أنواعه. هون الطفل في عنا بينمو دماغه بسرعة وتيرة، بصير عنده تأخر بالنطق، تأخر باللغة، خمول بوظائف الدماغ، وبالتالي صعوبات التعلم يلي صرنا نشوف المدارس كتير عم تعاني من طلاب كتير من صعوبات التعلم، وهذا أحد سبب من الأسباب. بقى كتير هلا إنه بدنا نتبع معهم استراتيجية التخفيف مثل ما حكينا، ما فينا بشكل مفاجئ حتى ما يقبلوا عليه بشغف أكبر. هون الحزم مطلوب أكيد بهذا الموضوع. هون شو بقصد بالحزم؟ أنا أكيد ما بقصد الضرب أو الصراخ، لا، ممكن هلا يكون على شكل اتفاق بين الأم وطفلة، توضح له أضرار إدمان الإنترنت، تحاول تملأ فراغه بوقت شيء بديل. تمام. طيب اليوم نحن بلشنا بالنصف الثاني من العام الدراسي، ومثل ما قلت اليوم الشهادات انهم بحاجة لكل دقيقة، وتحسي عم بيرقدوا بيضل بيقولوا لك انه ما لنا عم نلحق. تمام. هاي القصة بحاجة لتنظيم اكثر، ان كان بالوقت، ان كان بالنوم، ان كان بالغذاء. اليوم نحن كيف قادرين ننظم لهذا الطالب وقته كرمال يعطي نتائج افضل؟ تمام، كثير حلو. هلا تحديد الاهداف نقطة كثير مهمة، وهي اول نقطة. نحن بدنا نحدد هدف، انه انا عندي هدف معين بدي أوصل له، بدي أسعى له، في عندي استدراك النقص بمادة معينة، بدي أحسن مستواي بمادة معينة. النقطة الثانية تحديد المهام، هلا في عنا الجداول، المهام الأسبوعية، اليومية، الشهرية، بدي أحدد شو هو المهم وشو هو الأهم وشو هو الأقل أهمية. صحيح. بدي أحدد كمان وضع جداول دراسية مسبقة، وهي الجداول ما تكون وهمية، حقيقة تكون حقيقة وقابلة للتنفيذ. يعني تتضمن الجداول إنه تنظيم أوقات الدراسة، تنظيم الوقت واستثماري بشكل الأمثل بعيدا عن أي تشتتات، بعيدا عن الموبايل، الخروج مع الأصدقاء. بدي حاول أوجد أوقات للراحة، أوقات للمراجعة، تعلم لغة، تعلم المهارة. في عنا كمان شغلة أكيد للتراكمات. هلا التراكمات الدراسية هي بداية، خلينا نقول بداية فشل، هي بداية الإحباط. ليش في طلاب بيخلوا هاي التراكم بحياتهم؟ يلا هذا الشيء بيعملهم يمكن احباط نفسي. لا، هون لا، كثير انه مهم متابعه الدروس بشكل يومي. احنا اكيد لهذا الشيء اللي حيكون من ضمن الجدول، مثل ما حكيت، انه يكون قابل للتنفيذ. في عنا منا كمان حكينا وضع الخطط الجداول المدرسيه، التحفيز النفسي، هلا الإصرار، الجدية على الدراسة. هلا الإصرار الذاتي عند الطالب هي إحدى المعجزات الدراسية يلي فعلا بتدفعه للدراسة. هلا قديش في طلاب فقدوا الشغف خلال عطلة بالدراسة، هذا الشيء ممكن يعطيني أنا هون عم هكون عم حفز نفسي بنفسي. وما بننفي كمان دور الآباء بوضع الخطط، مشاركتهم بوضع الخطط بالدراسة، وكمان شحنهم بالطاقة الإيجابية اللازمة. هاي نقطة كمان ما بدنا ننفي. هلا غير طلاب الشهادات بدنا نحكي كمان ما فينا ننفي دور الأم مع الطفل. هون كمان الطفل فيه له معاملة خاصة، بالحديث مع الطفل بدنا نحط هدف مع الطفل، إنه ماما نحن لازم نسعى، في عنا هدف وبدنا نتعب ونسهر حتى نصل لهدف معين. كمان هذا بمثابة تحفيز نفسي للعودة للجد النشاط، بدنا نعمل له أجواء حماسية، بدنا نعمل له التشجيع، بدنا نوضح له إن المدرسة هي الأولوية بحياتنا. هي كلها ياتا انطباع حسن بتعطي للطفل عن المدرسة. تمام. ويمكن حكينا كتير عن دور الأهالي، خلينا نحكي كمان اليوم المدرسة هي البيت الثاني للطلاب. كيف ممكن المدرسين اليوم الموجودين يساعدوا هدول الطلاب بتنظيم أوقاتهم؟ تمام. هلا تنمية مهارات الطلاب من خلال تنظيم الوقت، كيف يعني؟ هلا ممكن هون ندخل بتحديد الأولويات، مثل ما حكينا شو هو المهم شو هو الأهم. هذا الشيء رح يكون من ضمن المهام بالورقة والقلم. هلا أكيد ما فينا نعتمد على الذاكرة، هي الذاكرة دائما مدخون، لحنا بدنا نكتب على المفكرة أو الورقة والقلم شو المهم وشو هو الأهم. تحديد الأولويات، تحديد المهام، بماذا أبدأ؟ أنا عندي تقصير بمادة معينة وكيف بدي أبدأ؟ أنا عندي تقصير مثلا هون بدي أدارك النقص، بدي أحسن مستواي بمادة معينة. في عنا مهارة التخطيط يلي من هي من أهم المهارات الموجودة بتخطيط الوقت، هي مهارة التخطيط، إني حط خطة والتزم فيها. تمام. هلا حقيقة الانتقال الطفل أو الطالب من المدرسة، من البيت إلى المدرسة، من أهم المهارات الحياتية، العملية التربوية بشكل عام وحياته بشكل خاص. وهذه المهارات هي الهدف الوصول. إحدى هذه المهارات هي خلق إنسان سليم، خلق طالب سليم نفسيا، اجتماعيا، تربويا. وهذا الهدف أكيد ما راح يتحقق إلا من خلال التعليم. اليوم وقت عم نحكي عن دور الأهالي
بعض الهفوات ممكن هيك الأم أو الأب يعني يخلينا نقول ينسوا اليوم ما في أهالي بيضروا أولادهم عن قصد، يعني اليوم ضغوط الحياة أخذت الأباء والأمهات خارج المنزل أكيد كمان، يعني اليوم كيف بدهم يقدروا ينسقوا هذا الضغط الخارجي والداخلي؟ شو أهم الخطوات اللي ممكن يبعدوا عنها السلبية؟ هذا كان في بده يكون في تواصل مفتوح بين الاهل وبين هذا التواصل بده يكون متعودين عليه من الصغار صح هذا الحوار صح. وبدهم يشاركوا الخطط. هلا نحن حكينا انه في بدهم يضعوا خطط استراتيجيه للبقيه السنه، هون بده يشاركوا الاباء، ما فينا ننكن دورهم بوضع الخطط الاستراتيجيه، تحديد المهام، تحديد الاولويات، تشجيعهم، شحنهم بالطاقه الايجابيه، اكيد هون لا الاباء لهم دور ودور كثير رئيسي. تمام استاذه اماني، مع بدايه الفصل الجديد شو في امور هيك نضوي عليها اكثر لجانب تنظيم الوقت عند الاطفال؟ في شيء تفاصيل بتحبي تضيفيها؟ هلا كمان في شغله كمان بالناحيه الاجهزه الذكيه والموبايل. هلا كمان الطفل خدمته الاجهزه الذكيه، خدمه الطفل بعمليه التعليم بتطوير المهارات، بتطوير اللغه، بتطوير النطق. هلا امتى بيكون الجهاز هو مفيد لابنائنا؟ لما هلا الجهاز هو عباره عن وسيله، كيف نتعامل مع الوسيله، كيف نتعامل مع محتوى صحيح. هذه الوسيله، كيف مدى تعلقنا بهذه الوسيلة؟ إذا قدرنا نسيطر على هذه الوسيلة ونوظفها توظيف جيد فحتما حيكون الجهاز مفيد لأبنائنا. متى يكون الجهاز هو مفيد لأبنائنا؟ لما نحن بنستخدمه بشكل جيد. في عنا مهارة، في عنا شطرنج، في عنا حل الألغاز، في عنا هي كلها هي شغلات هي بتساعد الطالب على الذاكرة، تحفيز الذكاء وتنمية الذكاء وبتزيد ذكاء عند الطفل. ولكن بس مع تحديد عمر الساعات، تحديد ساعات معينة عند الطفل، وده يكون في رقابة بهذا الموضوع، والأم أكيد حتكون هي الضابطة بهذا الموضوع. الأم المشكلة على جميع الجبهات طبعاً يعني. باعتبار الأم هي الراعية والواعية ودائماً هي الموجودة مع طفلها، لذلك كتير مهم أنه تختار هي محتوى الألعاب عند الطفل. إن شاء الله هيك تمرق هاي السنة خفيفة على الجميع وهيك بتوفق لي طلابنا. شكراً لحضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. إن شاء الله دائماً اليوم بجوز اليوم الكلمة العامة حنسمعها نام وعندكم مدرسة بكرة اليوم كمان. مهمة هي، وبتمنى كمان انه يكون في تواصل بشكل مستمر بين الاهالي، الاباء، الامهات، الاولياء الامور مع الاطر التعليميه داخل المدرسه حتى نقدر نشوف الصعوبات اللي بتواجهها الطلاب، يعني يكون في حلقه كامله بين الاهالي وبين اللي هي. شغله ثانيه انه بدنا نقدر خلال المدرسه اللي احنا كثير النقطه مهمه ان نراعي الفروق الفرديه، اكيد احنا معروف كل طالب عنده فروق فرديه، عنده قدرات معينه، كل طالب عنده ميول، كل طالب عنده قدرات، بقى بتمنى انه مراعاه هذه الفروق الفرديه. ممكن يكون الطالب هلا عنده ناجح بماده معينه، طالب عند اخر هي سنه الكون بنهايه فروق صحيح. الفرديه، بقى بتمنى هون يكون في مراعاه الفروق الفرديه. اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير اختصاصيه تربويه وماجستير حمايه الاسره اماني الحلو، اهلا وسهلا فيك ويعطيكي الف عافيه وبالتوفيق لكل الطلاب. شكرا لك واهلا وسهلا فيك عن جديد. احنا مكملين باخر تقرير معنا لليوم هايدي، قبل ما نودع مشاهدينا وحنروح لمدينه الشيخ مسكين بدرعا ولترميم مبنى مدرسة الشهيد أحمد الرحال المعروفة باسم الثانوية التجارية ضمن مدينة الشيخ مسكين بدرعا، وهذا الشيء بعد الأضرار الكبيرة اللي تعرضت لها الأبنية المدرسية. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بالتعاون مع منظمة تري أنجل أنهت مديرية التربية بدرعا ترميم مبنى مدرسة الشهيد أحمد الرحال المعروفة باسم الثانوية التجارية ضمن مدينة الشيخ مسكين بدرعا بعد الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الأبنية المدرسية هناك خلال الحرب. تم العمل بداية بإعادة تأهيل البناء من الناحية الإنشائية، حيث كان البناء يحتوي على عدد كبير من العيوب الإنشائية نتيجة الأضرار التي لاحقت بالبناء خلال فترة الأحداث التي مر بها القطر. بعد ذلك تم العمل على إعادة تأهيل المدرسة من الناحية المعمارية من أبواب ونوافذ وكهرباء ودهان، بالإضافة إلى تأهيل دورات المياه وإنشاء دورة مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل جزئي للملعب مع تأهيل جزئي لسياج المدرسة والمدرسة من الخارج. كانت كلفة التأهيل بحدود 900 مليون ليرة سوري. كانت المدرسة متضررة بشكل كبير إنشائيا ومعماريا. تم استعادة المدرسة وتأهيل 13 صف وأربع غرف إداريات وست حمامات وإنشاء حمام لذوي الاحتياجات الخاصة وحمام
للمدرسين، وتم بناء السور من جديد، وطبعا تم تزويد المدرسة بالمفروشات، مقاعد وطاولات وكراسي وألواح وايت بورد وألواح عادية، وتم تزويد المدرسة بمعدات السلامة. المنظمة وبإشراف من مديرية التربية هيأت كل المستلزمات اللوجستية اللازمة منذ انطلاق أعمال الترميم في السنة الفائتة ليكون المبنى جاهزا لاستقبال الطلاب بمطلع العام الدراسي القادم. احنا واقفين بإضافة لبنة جديدة ببناء الصرح التعليمي على مستوى محافظة درعا ومدينة الشيخ مسكين. المدرسة الابتدائية مدرسة أضافت رافد تعليمي لتقريبا بحدود 2000 نسمة من سكان الشيخ مسكين كانوا بيعانوا من صعوبة الوصول إلى أقرب مدرسة وفي قطع طرقات عامة. مختلف الجهات تسعى لإعادة ترميم وافتتاح العديد من المدارس التي تعرضت للتخريب خلال العدوان على سوريا في مدينة درعا وقراها، مع لمسات إضافية وتجهيزات حديثة تخدم القطاع التربوي وتعيده إلى سابق عهده. مرح المقداد، الإخبارية السورية. وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم. مثل ما بلشنا صباحنا بالأمنيات الحلوة لألكم، ولأنه يكون يومكم حلو يا رب، تقضوا مع الأشخاص اللي بتحبون، وأكيد نقول السلامة للجميع. يومكم حلو، وشكرا لكل الأشخاص اللي رافقونا بصباحنا اليوم، وأيضا شكرا للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول. كونوا بألف خير، باي باي. شكرا يا غايدة. شكرا لك يا رشا، وأكيد شكرا لكل المتابعين. سمعنا من شوية صوت انفجار، الله يحمي هالبلد ويحميكم وبالسلامة والصحة للجميع. تبقوا بخير مشاهدينا.